الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني من حب الله سبحانه وتعالى، لأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله. وإذا وطبعا الطاعة هي المحبة، الطاعة بمعناها يعني الأعمق وبمعناها يعني الأدق هو يعني المحبة. فإذا العنصر الأول في هذا الإعداد، أو العنصر الأول في هذا يعني التهيئ للنفس للإقبال على حب النبي صلى الله عليه وسلم، هو إذكاء الحب الطاهر النقي العفيف المسمى بالعذر عند الشعراء، إذكاؤه في هذه النفس وتربيتها عليه، ويعني طرد وإزالة وإقصاء ما سواه من الأنواع الأخرى التي لا تخلو من ضرر ولا تخلو من نجس وما إلى ذلك. إذا هذا العنصر الأول. العنصر الثاني، طبعا هذا العنصر كان هو بداية القصيدة، هو بداية يعني البردة. من تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم إلى آخره. فالأبيات الأولى كلها كانت يعني لإذكاء الحب الطاهر النقي في النفس، ليكون مقدمة لحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولملء القلب بهذه المحبة وبهذا يعني التعلق. العنصر الثاني هو تنبيه هذه النفس على أضرارها وعلى أكدارها وعلى يعني أنجاسها وجميع يعني ما علق بها مما يعني ألقاه الشيطان فيها. فالعنصر الثاني هذا، الإعداد الثاني هذا، كان بتنقية هذه النفس وتطهيرها من هذه الأضرار كلها، وقد رأينا أبياتا كثيرة في هذا الشأن. ثم العنصر الآخر مقابل هذا، يعني هذا يمكن أن نسميه بالتخلية، يعني تخلية النفس من هذه الأضرار ومن هذه الأنجاس ومن هذه الأكدار. ثم العنصر الآخر هو تحلية النفس بما يعني يزينها ويجملها من الفضائل والمكارم ومحاسن الأخلاق. فكان ذلك كله الذي بث في المحور الأول إعدادا للنفس من أجل أن تكون نفسا زكية طاهرة، ومن أجل أن تقبل بصدق وإخلاص على حب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحب الذي ثمرته ونتيجته وأثره الطبيعي هو يعني اتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع هديه واتباع سنته، والعمل بما جاء به عن الله عز وجل. فإذا البيت الموالي يبدأ من البيت 30 الذي قال فيه رحمه الله تعالى: ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم، وشد من صغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم، وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم، وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام، وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. نلاحظ أن الشاعر في قصيدته البردة الآن قد انتقل من محور إلى محور، ولا يحس بهذا الانتقال إلا الخبير بأغراض الشعر وأساليبه ومسائله أو نكته البلاغية، لأن الشاعر عندما يكون في مقدمة قصيدته ثم يريد أن يصل إلى الموضوع أو إلى ما يسمى ببيت القصيد، فيجب أن يحسن التخلص، يجب أن يحسن هذا الانتقال، وهذا يسميه علماء البلاغة بحسن التخلص، حسن التخلص. لذلك فإنك لا تكاد تتبين ولا تكاد تلاحظ أن البوصيري رحمه الله تعالى قد غير السياق أو غير يعني الموضوع الذي كان يتحدث فيه. فهناك يعني تلاحم وترابط بين المحور السابق، ولا سيما في أبياته الأخيرة
التي ختمه بها، وبين هذا الذي بدأه الآن في محور جديد لا يكاد القارئ يعني يرى ويتبين أن هناك انتقالا، وأن هناك فرقا بين ما كان في المحور السابق وبين ما يبتدئ به المحور الجديد. وهذا يدل على حسن التخلص، وعلى أن الشاعر مقتدر متمكن من أغراض الشعر ومن أدواته ومن أساليبه، لأنه في الأخير آخر المحور السابق قال رحمه الله يعني في الأبيات الأخيرة التي مثلا نذكر ستة أبيات أخيرة، يقول: والسفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم. هذا على كل حال كما قلنا من قبل التحلية والتخلية. وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أستغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسبت به نسلا لذي عقومي. أمرتك الخير لا لكن ما أتمرت به، وما استقمت فما قولي لك استقيمي. هو الآن يختم المحور، يختم المحور بعد أن أمر المخاطب والسامع بأخلاق كثيرة أن يلتزم بها وبعكسها أن يتخلى عنها، بعدما أمره بذلك رجع إلى نفسه واستشعر ما يقول، وتبين له أنه يعني يقول ما لا يفعل، وأنه يأمر بما لا يأتمر به، وينهى عما لا ينتهي عنه. طبعا ذلك تواضع منه، تواضع منه. ولذلك قال: أستغفر الله من قول بلا عمل، أقول ما لا أفعل ولا أفعل، لقد نسبت به نسلا الذي عقمي. أمرتك الخير لكن ما أتمرت به، أي لم أفعله، وما استقمت فما قولي لك استقيم. أمرتك بالاستقامة وأنا شخصيا لم أستقم. ولا تزودت قبل الموت نافلة، ولم أصلي سوى فرضي ولم أصومي. فهو يبخ نفسه ويؤنبها ويعاتبها لأنها تأمر ولا تفعل، وتنهى عن شيء ولا تنتهي عنه. إذن فمباشرة بعد هذا قال: ظلمت سنة من أحيى الظلام إلى أن اشتكت قدماه الدر في من ورمي. فالذي يعني يقرأ هذا البيت الثلاثين ويقرنه بما قبله ويربطه بما قبله لا يظهر له أي انقطاع ولا أي انفصال ولا أي انتقال من معنى إلى آخر ومن مقصد إلى آخر، لكن الواقع أن هناك انتقالا، وأن هناك محورا قد انتهى ودخل إلى محور ثان، وهذا المحور سماه بعض الشراح برياضته صلى الله عليه وسلم، وسماه آخرون بالاسم العام المعروف عند الجميع، وهو مدحه صلى الله عليه وسلم. وهما معا يصدقان على هذا المحور الثاني، وهو محور فيه كثير من الأبيات. من ناحية دخل الشاعر في البردة، دخل فعلا إلى مدح النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أوصافه الحميدة وذكر فضائله ومكارمه ومحاسن ما كان عليه من العادات والأخلاق والشمائل، فهذا مدح له صلى الله عليه وسلم فعلا. ومن ناحية أخرى يعني ذكر أو بدأ في هذا المدح بذكر رياضته صلى الله عليه وسلم، أي تربيته صلى الله عليه وسلم نفسه من الله سبحانه وتعالى على الأخلاق والمكارم والفضائل وترك عكسها. لذلك قال يعني العلماء في رياضة النفس وفي تعريف هذه الرياضة، قالوا إنها منع النفس هواها وجبرها على طاعة مولاها، يعني التحلية والتخلية. فهذه هي الرياضة كما عبر عنها المتقدمون، وهي التربية كما عبر عنها المتقدمون والمتأخرون. إذن يقول الشاعر بعد أن أمر بما أمر ونهى عما نهى من أجل تخلية النفس من الرذائل وتحليتها بالفضائل، ونتيجة ذلك الإقبال على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يعني هديه وسيرته وسنته، الإقبال عليه بالمحبة، ومن مقتضيات هذه المحبة اتباعه، وفي اتباعه اتباع
من أرسله سبحانه وتعالى. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، فقد أطاع الله. إذن قال: ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الدر من ورمي. فهو يعني يذكرنا بحال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجتهد في العبادة إلى هذا الحد الذي ذكره، ويقارن نفسه ويوبخها لأنها تركت هذه السنة النبوية التي بها كانت تربيته وإعداده للرسالة والتبليغ، وبها كانت رياضته وإقباله على نفسه بمنعها من هواها وجبرها على طاعة مولاها. فقوله ظلمت، الظلم عند العلماء بوجه عام هو وضع الشيء في غير موضعه، في غير موضعه. ومعنى ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى آخره معناه تركت هذه السنة، لأن تركها ظلم. الإنسان عندما يترك النموذج الأمثل والنموذج الأفضل والقدوة الحسنة التي أمر الله تعالى بأن تتخذ قدوة، عندما يترك الإنسان ذلك ويعرض عنه فهذا هو الظلم أو منتهى الظلم. لذلك عوض أن يقول الشاعر تركت، وكان الوزن يعني يستقيم لو قال تركت، ولكن قال ظلمت، من أجل تقوية المعنى ومن أجل تدقيق هذا المعنى. فقال ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي، أي هذا النبي المصطفى الذي هو سيد الخلق وأفضل الخلق، ومع ذلك كان يقوم الليل وفي ذلك ما فيه من إرهاق نفسه وإتعابها وإدخال المشقة عليها، ومع ذلك كان يتحمل وكان يصبر. فيعني سنته هي الكفيلة بتربية الإنسان إذا أخذ منها شيئا، إذا اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو في بعض يعني هذا التحمل وهذه المشاق التي تقتضيها أو يقتضيها الإخلاص لعبادة الله عز وجل، لو اهتدينا بهذه صلى الله عليه وسلم في ذلك واتبعناه في ذلك واقتدينا به واتممنا به في ذلك، فالنتيجة أن تكون نفوسنا طاهرة صالحة ونكون على هديه وعلى نهجه صلى الله عليه وسلم. فالشاعر كأنما يوبخ نفسه ويصفها بأنها ظالمة بالتخلي عن هذه السنة النبوية، وهي الإقبال على عبادة الله عز وجل وتحمل مشاق هذه العبادة. قال: ظلمت سنة من أحيا الظلام. إذن فالمقصود بالظلم هنا الترك، لأن من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال العظيم الذي هو مجال تربية النفس وتقويم النفس وتهذيبها عن طريق تحليتها بالمحاسن والمحامد وتخليتها عن الرذائل، فيعني هذا هو يعني من أعظم ما يقتدى به، ما يقتدى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ظلمت سنة من أحيا الظلام. المقصود بالظلام هو يعني الليل، المقصود به الليل، وهو من عند البلاغيين من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم، لأن المقصود يعني بالظلام هو ملزومه، وملزوم الظلام هو الليل، بمعنى أن الليل إذا دخل الليل فيلزم من دخوله وجود الظلام، فالليل وقت للظلام والنهار وقت للضياء. وإنما كان الليل وقت للظلام لأن الظلام لكل حال يستتبع السكون والهدوء، وهذا هو وقت الراحة. فلذلك عندما يقوم العبد في جوف الليل أو في جزء من الليل، عندما يكون الناس أحوج ما يكونون إلى الراحة وعندما يخلدون إليها فعلا ويقوم هو تقربا إلى الله عز وجل، فهذا منتهى يعني التعبد لله سبحانه وتعالى ومنتهى التعبير عن العبدية أو عن العبودية لله عز وجل. إذن فالمقصود بالظلام هنا أي الليل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم
من سنته أنه كان يقوم الليل كما أمره الله عز وجل بذلك في آيات متعددة، ومن بينها قوله سبحانه وتعالى في أوائل ما نزل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ثم فصل له مقدار القيام وكم وقت هذا القيام في الليل: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إذن يعني إما أن تقوم نصف الليل إن استطعت، فإن استطعت أكثر من ذلك فزد عليه إلى الثلثين، فإن لم تستطع ذلك فعلى الأقل ثلث. يعني فكأنما قال له قم الليل ثلثه أو نصفه أو ثلثيه، لأن للنفس حقا أيضا حتى لا يعني يقوم الليل كله ولا ينام أبدا، هذا أيضا شيء غير مستحسن وغير محمود، خصوصا إذا أراد أن يواظب عليه، لأنه سيهلك ويرهق بدنه. إذن المقصود بإحياء الظلام هو القيام في الليل لله سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فإذا قام الإنسان ما شاء الله من الليل، ما استطاع أن يقومه من الليل، فطبعا كما قلنا الليل محل للهدوء والسكون والسكينة، فإذا قام الإنسان في هذا الجو من السكون ومن الراحة وما إلى ذلك، ثم تقرب إلى الله تعالى بصلاة فيها يقرأ القرآن الكريم، فإنه يكون أشد وقعا على قلبه، ويكون أشد تأثيرا عليه، فيتخشع بما يقرأ ويتأثر يعني بما يقرأ. ثم قال: ظلمت سنة من أحيى الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر. يعني بقي صلى الله عليه وسلم مواظما على القيام لله عز وجل بالعبادة والصلاة وقراءة القرآن فيها، إلى أن اشتكت قدماه الضر، يعني أن قدميه من كثرة ما قام بهما في صلاته تورمتا أي انتفختا، بحيث يعني تحمل مشاق القيام في الليل، ولا سيما في الليالي الباردة القارسة التي يكون فيها البرد قارسا، كان يتحمله صلى الله عليه وسلم تعبدا لله عز وجل وإيثارا للآخرة على الدنيا، لأن الآخرة إنما هي دار جزاء ودار يعني تنعم ودار راحة، أما الدنيا فهي ينبغي أن تكون عند المؤمن دار عمل ودار عبادة وليست دار راحة. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي، يعني المقصود بشكاية القدمين يعني الكريمتين أو المكرمتين للنبي صلى الله عليه وسلم، اشتكاؤهما هذا مجاز، المقصود به يعني أن هذا الاشتكاء فيه دلالة على الوجع من العوارض البشرية، يعني طبعا لأن الإنسان هو بشر ويصيبه ما يصيب البشر من مرض ومن تأثر الجسم من المشاق وما إلى ذلك. إذن ذلك القيام على كل حال، وخصوصا في فصل الشتاء وفي الفصول الباردة، طبعا هذا بالمواظبة عليه لا بد أن يورث يعني أن تكون معه مشاق، وأن يورث عللا في الجسم كان يتحملها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عبر عن ذلك الشاعر بقوله: إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي، أي اشتكت الورم الذي سبب له الضر، والضر ضد النفع، والورم كما قلنا هو الانتفاخ، الورم الانتفاخ، يعني إذا تورم عضو من الأعضاء معناه أنه ينتفخ بسبب ما فيه من الضر. إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمك. ومعنى هذا البيت أنه أي الشاعر يصف نفسه بأنه ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في
قيام الليل ومناجاة ربه عز وجل والمواظبة على ذلك. إذن فيقول الشاعر: أنا ظلمت نفسي عندما تركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القيام فلم أقم. يعني لا نشك في أن البوصيري رحمه الله تعالى هو طبعا من العباد ومن الزهاد ومن المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا نشك أنه كان يقوم الليل، لم يكن بشكل مواظب فإنه كان يقوم الليل على كل حال على مستوى من المستويات، لا نشك في ذلك. والذي يقرأ سيرته يعلم هذا. وقد كان أيضا من خصائصه كما قلنا في الدروس الأولى أنه مستجاب الدعاء. فحاشا لمثل هذا الرجل الفاضل الصالح أن يكون بهذه الأوصاف التي يقولها وينسبها إلى نفسه، ولكن المقصود هو التواضع. هكذا علماؤنا يتواضعون لأن عدم التواضع ووصف الإنسان يعني بالمدح والتزكية وما إلى ذلك، إذا مدح الإنسان نفسه وزكاها بأنني أفعل وأقوم الليل وأصوم النهار وأفعل فهذا باب إلى الغرور، باب إلى الاغترار بالنفس وإلى العجب، وهذا كله من مصائر الشيطان وحبائله ومن عمل النفس الأمارة بالسوء. فإذا المعنى العام لهذا البيت هو أن الشاعر يقول تركت، يعني معنى ظلمت تركت تركا يستوجب الظلم، يوصف بأنه ظلم. تركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل ومناجاة ربه عز وجل مواظبا على ذلك حتى تورمت قدماه. يعني كأنه يقول كيف يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعبد الله سبحانه وتعالى ويقوم الليل، مع أن ذلك كان يشق عليه، واستمر على ذلك إلى أن تورمت قدماه وأصابه فيهما الانتفاخ وما إلى ذلك. وأنا الذي يعني لست بنبي ولا بكذا ولا بكذا، يعني تركت ذلك وآثرت الراحة. هذا هو المعنى الذي يقوله الشاعر، وكما قلنا إنما هو يتواضع في ذلك ويريد يعني أن ينتقص من عمله حتى لا يصيبه الغرور. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يقوم الليل حتى تورمت قدماه، حتى قيل له كيف تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني كيف يعني تصبر على هذه المشقة وقدماك أصابهما الورم ومع ذلك ما زلت مستمرا على هذا الحرص الشديد على القيام لله عز وجل إلى آخره؟ فكان جوابه صلى الله عليه وسلم قال: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. وطبعا الشكر هنا عندما يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة له هو، فمن ناحية الشكر العام الذي يعني هو واجب على المسلمين جميعا على العباد كلهم، فهو إذن واحد من عباد الله، فينبغي أن يشكر الله تعالى على ما يشكر العبد عليه ربه من نعمة الإيجاد ونعمة السمع والبصر والعقل وما إلى ذلك. ثم المستوى الآخر شكر الله عز وجل على نعمة يعني وخاصية النبوة، على كرامة النبوة، فهذه نعمة إنما يؤتاها الأنبياء وليس غيرهم. إذن هذا معنى هذا يعني البيت الأول. والحديث الذي ذكرته الآن أو ذكرت معناه وهو أنه قيل له، ويعني في بعض الروايات أن بعض أمهات المؤمنين هي من قالت له ذلك، يعني كيف تصنع هذا، أي تتعب نفسك بالقيام حتى تورمت قدماك، كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهناك آيات تدل على ذلك، منها قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما إلى آخر الآيات. إذن فهذه من الآيات التي تفيد أن الله عز وجل قد بشر نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر منه، ومع ذلك لم يقف عن هذه العبادة
ولم يكف عنها ولم يقلل منها ولم يقلل منها. فأجاب يعني السؤال السائل عن ذلك بقوله أفلا أكون عبدا شكورا. والحديث صحيح رواه البخاري ومسلم. ثم قال رحمه الله تعالى في البيت الموالي وهو 31، قال وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم. إذن فقوله وشد هذا معطوف على قوله أحيا الظلام، يعني ظلمت سنة من أحيا الظلام وظلمت سنة من شد من سغب أحشاءه. إذن شد هذا معطوف على أحيا، والشد هو يعني الربط بإحكام وتقوية الربط. قوله من سغب وشد من سغب، السغب الجوع، السغب الجوع، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي فيها جوع شديد. المسغبة الجوع الشديد. ظلمت سنة من قلنا وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا، يعني الأحشاء جمع والمفرد حشا أو الحشا، الحشا جمع أحشاء، والحشا هو ما في باطن الجوف، ما في الجوف أو هو القلب وما يحيط به من الجوف، يعني يدخل في ذلك الأمعاء وكل ما بجوف الإنسان كل ذلك يقال عنه الحشا، حشا. إذن قلنا وشد من سغب أحشاءه وطوى، الطي ضد اللف، يعني ضد يعني طوى بمعنى يعني لف، والطي أو اللف هو ضد النشر، ضد النشر، يقال نشر ويقال طوى، طويت الشيء لففته، وعكس ذلك نشرته وفتحته. وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا، الكشح هو الخصر وهو المفعول لقوله طوى، طوى كشحا تحت الحجارة أو طوى كشحا تحت الحجارة. مترف الأدم، مترف الأدم، يعني المترف هو المفرط، المترف يعني من الإتراف ومن الترف، المترف هو الشيء الذي يعني مفرط في صفة من الصفات، والأدم هو الجلد، الجلد الناعم. إذن فهذا يعني الجلد النبوي الشريف، جلد بطنه هو ناعم ويعني له مكانة لأنه جلد نبي ولأنه عضو نبي وهو من النعومة بمكان، ومع ذلك لم يهتم بهذه النعومة وبهذا اللين وبشرف هذا الموطن من جسمه، فكان يضع الحجارة ويعصب عليها ويربطها بعصابة يعني بحزام حتى لا يؤثر فيه الجوع أو يصرفه عن عبادة ربه سبحانه وتعالى. وهذا معناه أنه يعني كان كثير الصيام، كان يصوم كثيرا، فإن الإنسان عندما يكون صائما يصيبه الجوع فقد يؤثر الجوع فيه، ف يعني يصرفه ويشغله عن يعني عن هذه العبادة ويصبح مفكرا في ذلك الجوع. إذا حتى لا يفكر فيه ولا يعني يشغله هذا الجوع كان يضع الحجارة على بطنه ويعصب عليها بعصابة حتى يعني لا يحس به. وبعض الشراح قال إن هذا التعصيب على البطن بسبب الجوع إنما هي عادة كانت عند العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم واحد من العربي فكان على هذه العادة. وبعض يعني بعض الشراح من العلماء أنكر القضية من أصلها، أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يضع الحجارة على بطنه من شدة الجوع، يعني أنكر هذه القضية، ورد على كل حال آخرون على ذلك بأنه ثابت، بأن هذا ثابت في الأحاديث النبوية أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع الحجارة على بطنه بسبب الجوع، وقد رأوا ذلك منه في بعض المواقف
منها يعني يوم الخندق، أو منه ذلك عندما كان قد وضع الحجارة على بطنه من شدة الجوع بسبب الصيام، بسبب الصيام. والذي رد هذه القضية وهذه المسألة احتج على الرد بأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الوصال الذي هو أهون من هذا، حتى في الوصال وهو أن يصوم النهار ثم يتبعه بنهار آخر دون أن يفرق بينهما أو أن يفرق بينهما يعني بفطر، حتى هذا الوصال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألوه عن ذلك وقالوا إنك تفعله، قال لست كأحد منكم، إنني أبيت يطعمني الله ويسقين. فقال إن الله تعالى يعني يطعمه ويسقيه، ويعني تغلغل البعض في معنى الإطعام والإسقاء هذا، فقال إنه يطعمه من طعام الجنة ويسقيه من شرابها وما إلى ذلك. على كل حال يعني نبقى في العموم ونبقى في ما هو يعني أعم، وهو أن الذين قالوا قضية الحجارة مرفوضة من أساسها ولا أصل لها والأحاديث التي فيها لا تصح، دليلهم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الوصال وقد نهى عنه وأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أجابهم بأنني لست كأحدكم، أنا قال أبيت يطعمني الله ويسقيني. فقالوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يطعمه الله تعالى ويسقيه في الوصال فما بالك بما دون الوصال، فإذا لا معنى لهذه الحجارة أن يضعها. وهكذا على كل حال، فمن الشراح من أثبت قضية الحجارة ومنهم من لم يثبتها، والناظم رحمه الله تعالى مشى مع من أثبتها، لذلك قال وشد من صغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الآدمي، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تعبده وقوة يعني تحمله المشاق هذه العبادة ليعبر عن أنه عبد لله سبحانه وتعالى، وأنه يعني لا يلهيه عن عبادة الله تعالى شيء من هذه الدنيا، من شدة ذلك كان لا يلهيه عن هذه العبادة حتى الجوع عندما يكون صائما، ولذلك كان يتلف بعض آثار هذا الجوع بوضع الحجر على بطنه والتعصيب عليه بعصابة من الثوب أو ما أشبه ذلك، لأن الأدم يقال لباطن الجلد يعني ما يلي اللحم، وأما ظاهره الذي هو من فوق والذي نراه من الفوق يسمى البشرة، فالجلد له باطن وظاهر، فالباطن هو الأدم والظاهر هو البشرة. ثم قال رحمه الله تعالى في البيت الموالي وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم. إذن من مدحه للنبي صلى الله عليه وسلم ومن تغنيه بصفاته وبمناقبه وبشمائله أنه بالإضافة إلى ما ذكر من قبل في البيت الذي طويناه، وهو أنه كان يصبر على الجوع وهو صائم ويستعين على يعني إطفاء هذا الجوع والتقليل من آثاره التي تشغل أو تشغل، كان يعني يربط على الحجارة، يربط ويضع الحجارة في بطنه ويربط عليها حتى لا يعني يشغله هذا الجوع عن ذكر الله عز وجل وعن عبادته سبحانه وتعالى. طبعا هذا لا يكون في النهار وليس في الليل. قال يعني عطفا على ذلك قال وراودته يعني وشد من صغب، هذا في البيت السابق، وشد من صغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم، يعني أن يضع الحجارة على جلد ناعم، جلد نبي، على جلد ناعم لين شريف، ومع ذلك يضع الحجارة، وذلك يعني تعبير عن منتهى عبوديته لله سبحانه وتعالى وصبره على التعبد له عز وجل. فيعطف على ذلك بعض خلاله الأخرى وخصاله الأخرى
ومحامده الأخرى. فيقول: وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممي. المراودة راودته، راودته تراوده مراودة. المراودة هي الطلب بإمهال ولطف، أن تطلب من الشخص شيئا ولكن عن طريق الإمهال واللطف ولا تعنف عليه، هذه هي المراودة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وقالت هيت لك. إذن راودته أي طلبت منه ذلك بلطف وبإمهال وليس بالعنف. وفي اللغة العربية الرود، الرود بالدال، الرود التأني، الرود التأني. وراودته الجبال، جبال معروفة، جبل مرتفع من الأرض على الطريقة المعروفة. وراودته الجبال الشم، الشم هذا جمع والمفرد أشم. الجبل الأشم هو الجبل العالي والشاهق في العلو والصلب الذي لا يمكن أن يدك، هذا هو الجبل الأشم والجمع شم. وراودته الجبال الشم من ذهب، الذهب معروف على كل حال وهو أنفس المعادن، وخصه بالذكر ولم يأتي، ولم يأتي بأنواع أخرى من المال، يعني مع أن هناك نفائس من الأموال وكرائم من الأموال خص ذلك أو ذكر فقط الذهب لأنه أشرف ما يطلب في هذه الأموال، أشرف ما يطلب، بل إنه يتوصل به إلى الأموال الأخرى. فقد كان يعني منذ قرون يعني عديدة قبل الإسلام يعني أيضا بمدة كان الذهب هو يعني الواسطة بين الإنسان وبين ما يريده من الممتلكات الأخرى ومن الأموال الأخرى، فكل شيء يعني يريده فإنه كان يشتريه بالذهب. وقال بعض العلماء إن الذهب إنما سمي بهذا الاسم لأنه سريعا ما يذهب، الذهب ذلك المعدن النفيس الذي يعني تشرئب إليه الأعناق وما زالت النفوس تميل إليه، سمي ذهبا لسرعة ذهابه، لسرعة ذهاب أي لا يستقر في اليد حتى يشترى به شيء أو حتى يذهب في شيء مما يحبه الإنسان ويريد أن يقتنيه. كما أن المال أيضا، المال على كل حال هو أعم، سمي مالا لميل النفس إليه، حتى قال الشاعر: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال. رأيت الناس قد مالوا أي نزعوا ويعني من الميل. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال. وبين اللفظتين مالوا الذي هي فعل وفاعل، ومال الذي هو اسم، بين اللفظتين جناس، بين اللفظتين جناس. وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه أي يعني راودته عن نفسه فأراها أيما شمامي أي أجابها بالترفع والعفة عن هذا المال أي ساومته، راودته عن نفسه أي ساومته عن نفسه فأراها أيما شمامي. الشمم ارتفاع الرنبة الأنف، والمراد به هنا الرفعة والتعفف. وكنا بقوله شمام أيما شمام، كنا بها عن إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذهب الكثير الذي عرض عليه، كنا بها الشاعر عن إعراضه صلى الله عليه وسلم عنه مع قوته وعدم يعني ضعفه. ولذلك جاء في قول الشاعر حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان ممن مدح النبي صلى الله عليه وسلم وسانده أو ساند الدعوة بهذه المدائح، قال رحمه الله تعالى: بيض الوجوه، طبعا هو يمدح يعني قومه أو أقواما يمدحهم في الجاهلية قبل أن يسلم: بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول، من الطراز القديم العتيق الأصيل وليس من الطراز المحدث المولد. فمعنى هذا البيت، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن الدنيا. يخبر الشاعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم من مكارمه ومن مناقبه صلى الله عليه وسلم أو من فضائله
وخصائصه التي يعني لا يمكن لأحد أن يصل إليها، أنه أعرض عن الدنيا وأقبل على المولى عز وجل، فآثر ما عند الله وأعرض عما في الدنيا، حيث عرضت عليه الجبال من الذهب، يعني الذهب الكثير، المقصود بالجبال من الذهب أي الذهب الكثير الذي لا يعد ولا يحصى، عرضت عليه الجبال من الذهب فترفع عنها، ترفع عنها امتثالا لأمر الله عز وجل، وهو قوله سبحانه وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وكلام الشاعر هذا، كلام البوصيري رحمة الله عليه في هذا البيت، إشارة إلى قول جبريل عليه السلام، كما هو منقول، إلى قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لك: أتحب أن أجعل لك هذه الجبال ذهبا وتكون معك حيثما كنت؟ فأطرق النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال: يا جبريل، الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، قد يجمعها من لا عقل له. فقال له جبريل: ثبتك الله تعالى بالقول الثابت. وهذا يعني الأثر قد نقله القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء. إذن فهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم هنا بذكر بعض خصائصه وبعض مكارمه وفضائله، وذلك أن الدنيا عرضت عليه كلها يعني بذهبها ومتاعها، ومع ذلك آثر ما عند الله على ما فيها، ثم عطف على ذلك قوله: وأكدت زهده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعدو على العصام. وأكدت زهده فيها، الزهد هو قطع القلب عن منازل الدنيا إلى الآخرة، هذا هو الزهد، يعني أن يكون عندك المال ولكنك تربي نفسك على يعني الانتفاع بما يكفيك منه، بالقليل منه، ولا تعلق نفسك بهذا المال وبما سواه من متاع الدنيا. فالزهد كما قال العلماء هو قطع القلب عن منازل الدنيا إلى الآخرة، أي إلى منازل الآخرة، يعني هو أن يتعلق الإنسان بالآخرة ولا يترك نفسه متعلقة بالدنيا، لأن النفس إذا مالت إلى الدنيا فإنها تستزيد وتستزيد وتستزيد، وهي لا تشبع من ذلك ولا يشبعها إلا الموت. وأكدت زهده فيها ضرورته، الضرورة يقصد الشاعر هنا بالضرورة شدة الحاجة، شدة الحاجة يعني الاحتياج الشديد والافتقار الشديد. وأكدت زهده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعدو على العصام، العصام جمع عصمة، وهي ما يعني يمنع به النبي يمنع به الله سبحانه وتعالى نبيه أو أي نبي من الأنبياء من المخالفات وارتكاب المعاصي والذنوب وما إلى ذلك، لأنه لما اختارهم أنبياء فلا بد أن يكونوا قدوة ولا بد أن يكونوا أسوة، ولا يمكن أن يعني يفعلوا مثل هذه المعاصي التي يفعلها عامة الناس ومطلق الناس، فلذلك عصمهم من ذلك. فهذه العصمة من خصائص الأنبياء، العصمة من صفات الأنبياء، لا يمكن لأي نبي ورسول أن يبعثه الله تعالى إلى الناس مبلغا شرعه ودينه وهو غير معصوم، لا أبدا، لا بد من العصمة حتى من الإداية التي تحول بينه وبين التبليغ، يعصمه الله تعالى من ذلك: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. إذن فالعصمة تشمل يعني هذه النقائص وهذه الذنوب وهذه يعني المعاصي، لأن النبي إذا وقع فيها فلن يتبعه أحد، وتشمل كذلك يعني الأمراض المعدية وما إلى ذلك، وأيضا تشمل إداية الناس قبل تمام التبليغ، فإن هو بلغ الرسالة كلها وأدى الأمانة على أحسن ما يرام ولم يبقى في ذمته شيء من ذلك، فقد يصيبه ما يصيب غيره من إداية الناس بقتل أو ما إلى ذلك. وكأي من نبي قتل
معه ربيون كثير. إذن فالأنبياء قتلوا ولكن بعد ما بلغوا. وأكد زهده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعدو على العصامي. معنى هذا البيت معناه أن مما يؤكد زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وتعففه وترفعه عن الدنيا وعن ذهبها وحطامها ومتاعها، ولو كان كثيرا كما قلنا عرضت عليه جبال تهامة كلها عرضت عليه ذهبا، يعني أن يكون له من ذهب بوزن جبال تهامة، وهي من 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 من, من أعلى وأرفع الجبال طولها كثير. فمع ذلك لم يقبل أن يملك هذا الذهب العديد ويترك يعني الآخرة والعمل لها. فإذا معنى هذا أنه زهد فيها، فهذا هو الزهد الحقيقي، هذا هو الزهد الحقيقي. لذلك مما يؤكد زهده صلى الله عليه وسلم في الدنيا أنه عليه الصلاة والسلام أعرض عنها مع حاجته إليها، أعرض عن هذه الدنيا بذهبها وما إلى ذلك مع حاجته وافتقاره إليها، لأن أي إنسان ولو كان نبيا ومحتاج إلى المال، محتاج إلى طعام وإلى شراب وإلى كساء وإلى مسكن وإلى ما إلى ذلك مما لا حياة إلا به، ومع ذلك لم يلتفت إلى هذه الجبال من ذهب التي عرضت عليه، بل أرى هذا العرض عليه أو هذا المعروض عليه. يعني كان جوابه وموقفه صلى الله عليه وسلم أنه أرى هذا العرض شمما وترفعا وعفة. ثم لما كان في هذا النوع هذا من أن الإنسان محتاج مفتقر ويحتاج إلى المال ومع ذلك يترفع عنه ولا يلتفت إليه، وإنما يلتفت إلى عبادة الله عز وجل وطلب الآخرة وطلب نعيمها ويعني تاركا الدنيا وما إلى ذلك، ربما يكون في هذا شيء من الغرابة، شيء من الغرابة. لذلك هو قال وأكدت زهده فيها ضرورته، فكون النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إلى المال ومحتاجا إلى هذا الذي عرض عليه ومع ذلك يعني لم يلتفت إلى هذا المال وإلى هذا الذهب، فهذا هو دليل على زهده صلى الله عليه وسلم وعلى محبته لله عز وجل وللآخرة ونعيمها وإيثاره ذلك على الدنيا وحطامها ومتاعها. ثم استدل على أنه يعني لا يمكن أن تدعوه الضرورة إلى هذا، وأنه لا يمكن أن يستجيب لهذه الضرورة، أكد ذلك بأنه معصوم، فالعصمة التي أعطاه الله إياها ومتعه بها تمنعه من أن يستجيب لهذه العروض الدنيوية ويمتلك هذه الأطنان من الذهب، يعني عصمته تمنعه منه، فهو معصوم من مثل هذا، يعني من مثل هذه الاستجابة لأعراض الدنيا. إذن فقوله إن الضرورة لا تعدو من العصام معناه أن الضرورة لا تغلب العصمة أبدا، ولا يعني ولا يجري على العصمة ما يجري على غير المعصوم من هذه الشهوة إلى المال وحب المال وما إلى ذلك أبدا، لا يمكن أن يكون ذلك أبدا. ثم يقول رحمه الله تعالى وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. هذا البيت هذا في الحقيقة يحتاج إلى وقت، ولذلك نحن الآن وصلنا إلى السابعة فنكتفي بهذا القدر، وإلى حصة قادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.